عام جامعة الدول العربية سيد أحمد أبو الغيث، الذي قدم له التهنئة على تكليف الشعب السوداني له ولحكومته لتولي مهام نقل السودان إلى آفاق أرحب، وما وخاصة في الثلاث سنوات الخاصة بالفترة الانتقالية. سيد أمين عام جامعة الدول العربية، أعرب عن استعداد الكامل لجامعة الدول العربية لدعم السودان في كافة المحافل الإقليمية والدولية بما يعين الحكومة الانتقالية إلى تحقيق أهدافها المرجوة. الدكتور حمدوك رئيس الوزراء شكر الأمين العام على زيارته في وقت مبكر إلى الخرطوم، وعلى روح الدعم والتعاون التي أبداها السيد الأمين العام.